هذا سائل يقول: هل يصح الاستدلال بعموم قوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير على الصناعات الحديثة؟ الآية ما هي في هذا، الآية في حق الله سبحانه وتعالى، لكن الخبراء في المهن والصناعات لا شك لهم ميزة على غيرهم في فنهم، فيشمل يعني من حيث العموم يشمل كل خبير في مهنة أو في عمل. نعم.